عائلة يوسف الثانية، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غيكون شامل وغيكون نقدي وغيكون فيديو ممتع. ما غاديش يكون تحليل، ولكن غادي يكون هو يعني رأي على ما وقع اليوم في هذه الأمسية الكروية المجنونة صراحة. يعني بعد ما برشلونة فازت على فياريال وزادت التقدمات ومباراة ناقصة ومتساوية مع ريال مدريد في النقاط، ف كيجيك في هذا الشيء أتلتيكو مدريد وكيخسر ثلاثة النقاط مع بيلباو. وبيلباو يعني بعد ما تعدى عليه برشلونة وبعد ما كسروا برشلونه في نهائي الكاس الملك، كيجي بيلباو كما نقولوا كيفش الغل تاعو في اتلتيكو مدريد وكيحرمهم ثلاث نقاط بهدف قاتل، راسيه قاتله، الاحتفال مجنون، الهدف مجنون، السيناريو المجنون. مباراه بكل صراحه شاهدت فيها انا الشوط الثاني باكمله، مباراه ممتعه صراحه، والله ممتعه اخوتي. ايضا غادي نهضروا على التتويج ديال مانشستر سيتي بكاس الحليب او الرابطه تاع الانجليز على الرابع المره على التوالي لغوارديولا، ولقب اخر كيتضاف لمحرز العربي الاسطوري الجزائري ورجل المباراه حتى هو غنهضروا عليه. وما غاديش نهضروا عليه بالذات في هذه المباراه لانه ما سجلش، ولكن اليوم ابدع وساهم وضيع وخلق بزاف ديال الحوايج في المباراه، ولكن غنهضروا عليه من واحد الجانب اخر ديال ان حاليا بعد يعني تراجع مستوى ماني، وماني رجع يعني ماني ولا سيء جدا، غنشوفوا محرز مع من غيترشح للكره الذهبيه في الافريق. وهذا يكون هما المواضيع. وغنهضروا حتى على توتنهام اللي شفنا الحزن ديال سون بعد نهايه المباراه، والحزن ديال هاري كين اللي مع الاسف هاري كين كاع الارقام اللي حطمها مع توتنهام وكاع الانجازات وكاع المستوى التهديفي وما عمره دوا ولا لقب. تخيل معايا لاعب خاوي الوفاض ما عنده ولا لقب في خزيناته، يعني هذا هو الظلم الكروي اللي ما تبغيش تشوفه صراحه، ما تبغيش تشوفه. غنبداو اتلتيكو مدريد والمفاجاه اللي خلقتها اليوم. يعني البرشلوني ما كاينش شي واحد بحالو فرحان ومغطي ويشرب يعني الاتاي وكيندغ المسكه وكيشرب الدكه، يعني سعيد جدا. علاش؟ ان تخيل معايا بعد ما 2012 عفوا 2020 شهر 12 او حتى شهر من 10 12 برشلونه في المرتبه الرابعه 14 او العاشره، وبينه وبين اتلتيكو مدريد 14 نقطة. وبعد التصريحات اللي كانوا يعني قبل ما برشلونة توصل لهذا المستوى حاليا، طلع الرئيس تاع اتلتيكو مدريد في الشطر الأول في البطولة قال لك نحن سنحسم الدوري قبل 10 جولات، سنحسم الدوري الإسباني. اش حسمتي؟ اش حسمتي؟ اش حسمتي؟ ماذا حسمت؟ علاش كثرة الكلام يا رئيس اتلتيكو مدريد؟ كثرة الكلام بعد ما اتلتيكو مدريد كلشي رشح كلشي، تقدر تخرج صفر، يعني هي اللي تقدر تخرج موسم صفري بالرغم من الصفقات، بالرغم من سواريز، بالرغم من اوبلاك المستوى الجبار اللي كيقوم به، ولكن عندهم سيميوني غبي. ذلك المدرب انا كنظن ان اخر موسم ليه مع اتلتيكو مدريد هو هذا العام، غيمشي غيتريو عليه. ما يمكنش اصاحبي عندك هاد اللاعبين ومباراه اليوم مهمه مع بيلباو اللي كتعتبر ثاني افضل يعني ثاني اصعب مباراه، ومخلي لي سواريز في الاحتياط، مخلي لي توماس ليمار في الاحتياط، مخلي لي جوا فيليكس في الاحتياط، وشنو شنو بيتي يورينتي يدير لك كلشي. يورينتي راه لاعب جوكر كيعطيك في مباراتين ثلاثه ويقدر ما يعطيكش مباراه اليوم. يورينتي حاول ولكن ما دار والو، ما لقى كراسكو طماع، كراسكو كيلعب اناني بزاف، لقى ايضا كرا داك كوريا لقى عيان، لقى صاول ما كيساهمش هجوميا، لقى حتى الاظهره اليوم عيانين، داك تريبير هو الاخر لودي عيانين، ما عطاو حتى اضافه. على الاقل دخل فيليكس حرك شويه، ولكن ما يمكنش ما تدخلش فيليكس من الاداء هو في كامل الجاهزيه تاعو، سواريز في كامل الجاهزيه تاعو، وليمار في كامل الجاهزيه ديالو، كان خصهم يلعبوا. يعني هذا مدرب غبي، واصلا ديك الخطه ديال الدفاع ورجعوا لعب على المرتدات والتدوير ديال الكرات وكيلعب على العرضيات، ما لعب ما استحمص، ما لعب ما استحمص، وضيعتي نقاط. وغبيه المدرب حتى هو ملعون ومازال ما بغاش يفهم، ما فهم كاينش مدربين راسهم مقصح من الحجر. فهم اسيميوني، فهم الدفاع ما خدامش ليك بفرقه عندك فيها امكانيات واعره وامكانيات فرديه وجماعيه جباره وكتلعب بالدفاع، الى امتى؟ امتى غتفهم؟ خرجتك تشيلسي ما بغيتيش تفهم، ضرباتك الريال ما بغيتيش تفهم، صافي البرسا غتضربك الكاو، تعطيك الكاو في المباراه الاخيره، غتعطيك الكاو في الكامب نو. هادشي اللي كيبان لي انا صراحه، هادشي اللي غادي يقول لي سيميوني، غتكون هذيك هي الضربه القاضيه وغيخرج، ماشي غيطرد، غيطرد بادلال، غيدلوه بالطرد تاعو. وكيف ما شفتوا بيلباو يعني بعد ما سجلوا هما الهدف الاول وحافظوا على النتيجه في الشوط الاول كامل، شفنا الشوط الثاني اتلتيكو مدريد حاولت ان تضغط باكثر عدد من اللاعبين وبدات كتخرج تلعب الكره، شفنا واحد المرتدتين من عند اتلتيكو بيلباو مجنونين مجنونين، لولا التصرف الغبي من عند ذاك المهاجم اللي ضيع الاولى اللي عطاه لي بديك العرضيه وهو الحارس وضيعها، والثانيه اللي عطاها يعني بعد دخول ويليامز عطى واحد الهدف سهل جدا ضيعها، يعني هدفين محققين ضيعهم. كنشوفوا اتلتيكو مدريد كيجو كيحط سافيتش كذا بالراس في العارضه، خروج غبي من الحارس، واحد انا ما فهمتش كاين شي حراس اخوتي
الكره قبل ما تخرج من المربع في الركنيه كتعبرها بعينك هو الاول، حيت الكره راه كتاخذ مسافه عاد كتوصل للمربع، عبرها بعينك. اذا جاي عندك في المكان المساحه اللي غتخرج فيها يعني في المتناول خرج، ما كانش في المساحه في المتناول ما تخرجش، خرج تسبب في هدف غبي جدا تعادل. ولكن يعني زاد متع المباراه شفنا في الكاو، الكاو بركنيه اخرى عاوتاني لاعب كيضرب بما وتي راسه من قوه وكيحتفل بهذه الطريقه هذه كيقضي على الاتليتيكو مدريد رسميا. يعني برشلونه تربح المباراه المؤجله مع غرناطه غتكون يعني في لائحه، تكون في مقدمه الدوري الاسباني لاول مره في التاريخ على بعد نقطه من اتليتيكو مدريد، فاو ثلاث نقاط من الريال. وبكل صراحه برشلونه يعني الليله ديالهم اليوم ليله سعيده يعني تخيم هي ثنائيه راكم ما كيسمع التاريخ. غنمشيو للجانب الاخر اللي شفنا فيه مانشستر سيتي محرز كيفوز بكاس الحليب اللي قبل كاس الحليب، يعني مثله مثل غراف الحليب، كاس الدوري الرابطه الانجليزيه اربع مرات على غوارديولا و 30 لقب عند غوارديولا في مسيرته كامله. محرز ايضا الالقاب كتزيد عنده، عنده دوري، عنده دوري، عنده دوري دوريين، عنده ايضا دابا كاس، عنده عطى الله شحال من كاس مع السيتي في السنه الماضيه، عنده كؤوس اخوتي. وحاليا محرز بدا كيعتمد عليه غوارديولا بواحد المباريات المهمه، بدينا كنشوفوا هذه القضيه بالرغم من انه ما لعبش في تشيلسي، ولكن اليوم اعتمد عليه مباراة مهمة واللقب مهم باش انه يعطي دفع على المباراة اللي جاية مع باريس سان جيرمان. فبكل صراحة من اعتمد عليه اليوم وشفناه كيف انه خدا رجل المباراة في ظل وجود دي بروين، ستيرلينغ، غوندوغان، كلشي لاعبين كانوا موجودين اليوم الرسميين، خدا هو رجل المباراة. يعني تيبين لك انه ابدع، يعني ابدع عليهم كلهم. وشفنا اليوم ستيرلينغ طماع ما كيعطيش الاسيست، شي واحد يفهم ستيرلينغ باللي الاسيست خاصك تعطيه في الوقت المناسب، ما تكونش طماع، ما تكونش طماع بزاف الطميع في داك ستيرلينغ اصاحبي. وشفنا محرز اليوم كيف كيبدع المراوغات الثنائيه، السرعه، الركض اللي ندواتو، ديك اللي صر اليرجل اليسرى كيف يعطي بها الكره الحريريه، بزاف تاع المتعه. ولكن هذا ماشي موضوعنا هنا، لانه مبروك عليه الفوز، مبروك على الجزائريين الفوز لان لقب يحسب للجزائر. ولكن انا موضوعي غنمشي فيه لبعد اخر. البعد الاخر شنو هو؟ هو حاليا يعني بعد التالق اللي كيشهد عليه محرز والتالق اللي كيشهد عليه حكيم اللي شفناه ساهم في الانتصار في الدوري الايطالي، حاليا الانتر على بعد خطوتين او ثلاث خطوات من الكالتشيو بعد غياب طويل. يعني حكيم ايضا ينسب ليه يعني كيف نقولوا ينسب ليه مجهود اكبر في هذا الفوز بهذا اللقب هذا الانتر هذه السنه. انا كنظن هذا هو الموضوع اللي ندخل عليه، من سيتوج بالكره الذهبيه الافريقيه؟ يعني حاليا ما غيكونش ماني لان ماني تراجع المستوى ديالو، اوباميونغ ترى ما كاينش اوباميونغ في اللائحه، يعني غيكون محرز هذه لا شك فيها لا غبار عليها، غيكون حكيمي انا هذه لا غبار عليها، وغيكون صلاح. هذو هما الثلاثي الاقرب هذه السنه اللي كنشوف انا. انا ما ندخلش شكون هو الاول شكون يستحق هذاك الشيء، مازال ما غنهضروا عليه في فيديو، انا عرفتوني كنهضر ديريكت وبدون تطبيل صراحه، وكنحيد الحيادي انا والحيادي انا، وكنخلي كل شيء فرحان واخا كيتقلقوا. ولكن هاد الثلاثي هو اللي كيستحق، محرز، صلاح، حكيمي، هو اللي خصهم يكونوا هاد السنه في الكره الذهبيه الافريقيه على المجهود اللي داروا هاد السنه والتتويجات اللي ساهموا فيها والارقام. غايقول لك هذا لا احتياطي محرز اللي لعبش بزاف، هذا صلاح هنا كان غائب في الرئه، غايقول لك حكيمي ما تقصاو من تشامبيونز ليغ. حنا داك الشيء ما تهضروش عليه، كنهضروا على الاداء الفردي ديالهم، راه شي حاجه بزاف. يعني هما اللي كيستحقوا يتحطوا هاد السنه هادي، واللي فاز بها يستحق. انا من منظوري الصراحه ما غاديش نقول صلاح لا، ولكن صلاح خداها، ونتمنى محرز وحكيمي واحد فيهم اللي يديها. وغنهضروا على شي فيديو ونهضروا على شكون الاقرب وهذا الشيء كامل. الموضوع الاخير اللي بقى معنا هو توتنهام واللقطه خوتي اللي كلشي كيبارطاجي، اللقطه تاع بكاء سونر وبكاء او حسره هاري كين. انا بقى جوج اللاعبين بكل صراحه نتمنوا الموسم المقبل يمشيو يخرجوا من توتنهام، لانهم كيستحقوا وتستحقوا يلعبوا في فرق كبيره. مثلا سون انا نتمنى يمشي للريال ولا البارسا، هاري كين نتمنى يمشي للريال ولا البارسا، لان بكل صراحه هاد اللاعبين هادو حرام، هاد الارقام اللي كيحطموا، هاد الانجازات الافرديه اللي كيديروا، هاد الثنائيه اللي كيلعبوا مع بعضياتهم، والابداع اللي كيقدموا مع بعضياتهم، انهم يبقوا في توتنهام ودائما صفر صفر لقب، صفر صفر لقب، صفر صفر لقب، صفر صفر لقب، صفر صفر لقب. راه انت براسك كتقول صفر صفر على حد عندهم، صفر حد اللي عندهم. يمكن اصاحبي لاعبين عندهم هاد الامكانيات وهاد القدرات اللي كيقدموها في هاد المباريات، هما يدوا حتى لقب في حياتهم اصاحبي مع الفرق، راه ما يمكنش. راه ظلم، ظلم كروي اخوتي بزاف، اللي انا بكل صراحه بقاو فيه والله الا بقاو فيه، باش كتشوف لاعبين عندهم هاد الامكانيات هادي، وكتشوف لاعبين اخرين عندهم من الحظ بحال بريتويت. بريتويت واش بتقارنوا معاه جوج؟ ولكن كتشوف الحظ اللي عنده، ها هو كدا كاس الملك وهو لاعب على الليغا. يعني بعض المرات كتقول كره القدم ما فيهاش العدل اصاحبي، ما كاينش العدل في كره القدم، باش كتشوف بريتويت على هاري كين وصون هذاك مدي لقب ومنافس على الالقاب. والله يا خوتي اللي كيبقى فيك بعض المرات الحال بالله كتشوف تقول شو الحظ،
كيف داير في كره القدم انه ما كيعطيش اللي عنده في رجليه، وحتاج اللاعبين كنحمل المسؤوليه صاحبي. علاش كيمصرين يبقوا في هذا الفريق؟ بما انهم مصرين يبقوا في هذا الفريق يا اما هما المسؤولين يا اما الوكلاء تاعهم، وحتى الا كانوا الوكلاء ديالهم المسؤولين فتا هما كيتحملوا المسؤوليه، انهم ما معاقدينش مع وكلاء كيما نقولوا محنكين كيقدروا انهم يسوقوهم وانهم يدوهم لفرق كبيره لانهم يستحقوا يلعبوا في فرق كبيره. اي شخص يقول لك هاري كين وصل ما يستحقش يلعب في اكبر الفرق الاوروبيه فما تيفهم حتى لعبه في كره القدم. وديك اللقطه اللي بارطاجوها خوتي والله الا محزنه بزاف، سيروا شوفوا الصور ديال سونو ديال هاري كين مؤثرا اقصى درجه. هادشي اللي كان ليله كروي ممتعه، ومبروك للبرشلوني استفاد الليله هذه. البيتيز عطين اول مره كنلقى الصفحه تاع البيتيز البرشلونيه ولاو متحدين، قال لك حنا عطيناكم خدمه وانتم ما عطيتونا خدمه، لان بيتيس حاليا ينافسون على الدوري الاوروبي. فمتعه اخوتي في الليغا كاينه المتعه، قال لك الدوري الانجليزي احسن دوري هو الاسباني. السلام عليكم.